بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الثانوية وخصوصا قسم الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بننهي الفصل الأول كمراجعة. عايزك تتفرج على الفيديو مرة واثنين وثلاثة، ركز على التمارين. أنا جايب لك التمارين منين؟ من كتاب المدرسة، مش جايب من كتاب خارجي. كتاب المدرسة فيه مجموعة من التمارين مهمة جدا وقيمة جدا، لو استصغرتها فعلا ربنا يوفقك، هتخش الاختبار هتلاقي مش هقول زيها بالظبط، هقول هي مقاربة ليها. تعال نشوف مع بعض الحلقة، يلا اتفضلوا معايا. بدأت سيارة الحركة من السكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على الخط، ويعطي القياس الجبري لمتجه سرعتها بعد زمن نون بالعلاقة الآتية. أهم حاجة ركز في العلاقة، عين تساوي 3 نون تربيع زائد 2 نون، وعطلك عين مقاسة بوحدة متر لكل ثانية ونون بالثانية. أوجد كل من حضرتك وانت في الامتحان بتمسك قلم رصاص وتكتب على المطلوب كده، أوجد نمرة واحد هو الوقت عايز عجلة الحركة، يبقى ده المطلوب الأول. نركز يا جماعة، لأن ممكن في الامتحان وانت فرحان وعارف تحل كل الأسئلة ممكن تدخل على مطلوب تحله وتنسى المطلوب التاني. يبقى هو عايز عجلة الحركة الإزاحة. خلي بالك طلب منك الإزاحة مش المسافة. طيب تعال نكتب مع بعض نشوف خطوات الحل. أول حاجة هنكتب العين، بما أن السرعة اللي هو عطاها لك 3 نون تربيع زائد 2 نون. طيب نجيب العجلة، كلنا عارفين أن العجلة بتساوي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، يبقى ده العين على ده النون. نشتق يلا جماعة، سهل جدا الاشتقاق، هنا 6 نون زائد 2، لكن أقول لك عندما نون تساوي كام؟ عندما نون تساوي 2، تكتب له كده عندما نون تساوي 2، حطها له كده في برواز، يبقى العجلة بتساوي، نعوض عن كل نون ب2، يبقى 6 في 2 زائد 2، يبقى العجلة بتساوي 12 زائد 2، يبقى العجلة بتساوي 14. أرجوك عشان ما تنقص ولا ربع درجة، لازم تحط الوحدة بتاعتك متر لكل ثانية تربيع. كده أنا خلصت لك الجزء الأولاني. في مشكلة؟ مفيش مشكلة، شوف مع بعض الجزء الثاني. طلب منك مين هنا؟ طلب منك إزاحة. كويس، خد بالك معايا بقى. طيب افرض طلب منك مسافة، افرض هو طلب منك مسافة، هكتبها لك على جنب وبعدين امسحها تاني. لو طلب مننا مسافة هتكتب له كده، ايوه، يبقى الف تساوي تكامل، ايوه، القيمة المطلقة للسرعة بالنسبة للزمن. من كام بقى؟ من 0 لـ2 تساوي تكامل من 0 لـ2، ما تنساش القيمة المطلقة، وتكتب السرعة عادي جدا 3 نون تربيع زائد 2 نون بالنسبة لنون بالنسبة للزمن بتساوي. يبقى هنا أنا كل ده بشتغل في المسافة مش في الإزاحة، خلي بالك. هنا بقى ممكن حضرتك تمسك الآلة الحاسبة بتاعتك، نطلع الآلة بتاعتنا. خطوات الآلة الحاسبة كالآتي بقى، هتضغط على انتجريشن اللي هو التكامل، ده اسمه التكامل المحدود. في عندي حاجة اسمها القيمة المطلقة، شيفت، ايوه، وبعدين هايبر يديلك على طول قيمه مطلقه، دخل جوه القيمه المطلقه دخل الداله اللي هي 3 نون تربيع، يبقى 3 الفا اكس تربيع، تمام يا ابني تمام، زائد 2 الفا اكس. حدود التكامل نزل كده تحت، يبقى بنعوض من 0 ونطلع فوق لغايه الكام؟ لغايه الاثنين، ونكتب يساوي بالظبط كده. يبقى هنا المسافة تطلع بكام؟ ب12 متر. خلي بالك دي مسافة، هنا في المسافة بتاعتنا عايز مين؟ عايز إزاحة. هنمسح بقى الجزء دوت عشان أوري لك احنا هنجيب الإزاحة ازاي. بالنسبة للإزاحة شباب خطواتها كالآتي،
نرجع للقلم بتاعنا بقى تاني، هنكتب اهو. يبقى هنا الإزاحة بتساوي التكامل من صفر لنون للسرعة بالنسبة للزمن، يبقى بتساوي التكامل من صفر لاتنين، والسرعة عندك هنا هو تلاتة نون تربيع زائد اتنين نون، أيوة، بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنون. يلا حبايبي بالآلة الحاسبة بتاعتنا نطلع الآلة، هنمسح ده ونعيد بقى من تاني. تكامل، افتح قوس واكتب فيه بقى 3 نون تربيع، يبقى 3 الفا اكس تربيع زائد 2 الفا اكس، كويس. وما ننساش نقفل القوس. حدود التكامل من 0 ل 2، يبقى هنا من 0 وتطلع فوق لغايه ال 2 وتكتب يساوي، طلع برضه بكام؟ ب 12. يبقى معنى كده ان الجسم مشى في خط مستقيم، وفعلا هو قايل لك فوق هنا في خط مستقيم مفيش فيه انحناءات. يبقى هنا نكتب هنا اهوت، يبقى هنا الف تطلع بكام؟ ب 12 متر. نشوف مع بعض التمرين التالي. بدأت سيارة حركتها من السكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على هذا الخط، ويعطى القياس الجبري لمتجه السرعة عين بعد زمن نون بالعلاقة، عطلك علاقة اهي هنكتبها كده مع بعض. العين بتساوي 4 نون ناقص 3 نون تربيع، على فكرة دي السرعة، أوجد خلال الفترة الزمنية من نون الفترة من 0 ل 4 كلا من، خلي بالك بقى طالب منك السرعة المتوسطة، يبقى ده المطلوب الأولاني، شوف بمشي ازاي، ومتجه السرعة المتوسطة. هو في فرق بينهم؟ أيوة في فرق بينهم، هنشوف دلوقتي مع بعض. ومتى تصل السرعة، سرعة السيارة، إلى قيمتها العظمى، يبقى ده المطلوب رقم 3. وأوجد مقدار العجلة حينئذ، يبقى هو عايز العجلة في هذا المجال تطلع بكام. يبقى عندك كام مطلوب في المسألة؟ 4 مطالب. نركز مع بعض كده واحدة واحدة. بسم الله توكلنا على الله. أول حاجة عايزين نجيب السرعة المتوسطة، هنكتب كده مع بعض. السرعة المتوسطة، أيوة، بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. خلي بالك انتبه معايا، يبقى السرعة المتوسطة مسافة كلية على الزمن الكلي. شوف اللي جاي بقى، متجه السرعة المتوسطة، متجه السرعة المتوسطة بيساوي، هنا بقى مش هقول مسافة، لا هقول الإزاحة على الزمن الكلي. يبقى الفرق بين السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة ان السرعة المتوسطة مسافة على زمن، اما متجه السرعة المتوسطة، ايوة، ازاحة على زمن. طيب تعال نمشي مع بعض كده، ايه، واحدة واحدة. نيجي هنا كده على جنب، هنجيب مع بعض حبايبي، هنجيب الاول، نجيب المسافة، والمسافة زي ما اتفقنا بتساوي، ايوة، تكامل من صفر لاربعة القيمة المطلقة للسرعة بالنسبة للزمن، يبقى بيساوي تكامل من صفر لاربعة، العين موجودة عندك اهي، اربعة نون ناقص تلاتة نون تربيع بالنسبة لمين؟ للزمن. في ناس بيعملوا ايه بقى؟ في ناس ياخدوا من العين يساوها بالصفر، ايوه، ويوجد قيمة النون عندما يغير اتجاه حركته ويبدأ يعوض، يعني يعمل تكاملين. أنا هنا بريحك، بخليك تعمل تكامل واحد بس، بس أهم حاجة تعمل قيمة مطلقة. طيب هنا بقى هنعمل إيه؟ نطلع الآلة بتاعتنا، هنمسح ده طبعا، ونكتب تكامل. ما ننساش مسافة يا جماعة، يبقى بنجيب القيمة المطلقة، يبقى شيفت هايبر كده القيمة المطلقة، نكتب بقى جواها 4 الفا اكس، تمام، ناقص 3 الفا اكس سكوير اللي هي التربيع، يعني منين لفين بقى يا مستر؟ ايوه من صفر اطلع فوق لغايه الاربعه ونكتب يساوي. طلعت
المسافة 34، يبقى هنكتب هنا اهو المسافة بتساوي 34 37 متر. هنحطها فين بالظبط كده؟ فوق هنا. يبقى هنا هنكتب هنا اهوت 34 37، والزمن الكلي كان كام؟ كان 4، والناتج هنا في 4 بتساوي 8 59. ايوه سرعه متوسطه ما ننساش، يبقى متر لكل ثانيه. تعالوا نجيب مع بعض بقى، ايوه متجه السرعه المتوسطه. هنمسح ده بقى الازاحه، احنا جبنا المسافه خلاص. هنا بقى هنجيب الازاحه اللي هي الفه بتساوي تكامل من 0 لـ 4، تمام، للسرعه، هي للسرعة بالنسبة للزمن، يبقى بيساوي تكامل من 0 لـ 4. نفتح قوس نحط فيه السرعة بدون قيمة مطلقة عشان دي إزاحة، 4 ن - 3 ن تربيع، الكلام ده بالنسبة للزمن. هتساوي نطلع الآلة الحاسبة بتاعتنا ونحسب مع بعض هتطلع كام بالظبط. نمسح البيانات السابقة دي ونكتب مع بعض تكامل، نفتح قوس 4 ن اللي هي 4 شيفت قوس يمين يدي لك اللي هي 4 اكس يعني، ناقص 3 ن تربيع اللي هي 3 س تربيع. يبقى هنا 3 ألفا إكس سكوير، اقفل القوس، حدود التكامل من 0 ونطلع فوق لغاية 4 ونكتب يساوي بالظبط كده. طلعت الإزاحة هنا كام؟ -32. يبقى هنا بتساوي -32. نيجي بقى هنا متجه السرعة المتوسطة بيساوي -32 على الـ 4، يبقى يطلع -8 بالظبط كده في متجه ايه؟ لان دي سرعة متوسطة، يبقى قيمة السرعة المتوسطة هنا اهوت في الحالة دي هتساوي كام؟ هتساوي 8 متر. وهنقول له في الاخر خالص اذا القياس الجبري لمين بقى؟ لمتجه السرعه المتوسطه. انا بتكلم قياس جبري، مفيش سالب هنا بقى، يبقى يطلع 8 ايه بالظبط كده؟ 8 متر لكل مين؟ لكل ثانيه. شوف مع بعض التمرين التالي. سيارة تتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية 12 متر لكل ثانية من موضع يبعد 4 أمتار في الاتجاه الموجب من نقطة ثابتة على الخط المستقيم، بحيث كانت جيم، يبقى هو عطلك هنا العجلة بتساوي س ناقص 4. أوجد. على فكرة ركز على التمرين ده كويس جدا جدا جدا، مفيش امتحان من الامتحانات السابقة بيخلو من هذا المطلوب، وانتوا شفتوه، انتوا اكيد شفتوا اسئلة كتير قوي. حبيبي عايز ارجع بس للتمرين التاني كده مرة تانية. ايوه شوفوا هنا انا حليت جزئين، انا جبت السرعه المتوسطه ومتجه السرعه المتوسطه، وانا نبهت عليكم ان ما حدش ينسى، وانا دخلت على السؤال الثاني مباشره، فكويس اني افتكرت ان كان في كمان مطلوبين. المطلوب رقم 3 بيقول متى تصل سرعه السياره الى قيمتها العظمى؟ ايوه تصل قيمه السياره سرعتها الى القيمه العظمى، تمام، عندما الجيم اللي هي العجله بتساوي كام؟ بتساوي 0. قوم انت تعمل ايه بقى؟ العجله مش موجوده، انت عندك السرعه. نيجي هنا كده هنعمل اشتقاق للسرعه يدينا العجله، اشتق يلا معايا، يبقى الجيم تساوي هنا في عندنا كام؟ 4، تمام، ناقص 6 ن. ناخد الكلام ده كله يا شباب ونساويه بالصفر، يبقى عندنا هنا 6 ن بتساوي 4، اقسم على الستة للطرفين، يبقى 6 راحت مع 6، يبقى النون هنا بتساوي كام؟ بتساوي 2 على 3 بالظبط.
نيجي بقى هنا على جنب اهو، هنرسم رسمة كده صغيرة. هكتب هنا نون، وهكتب هنا إشارة العجلة، واشوف السرعة بقى نظامها عامل ايه. طيب النقطة اللي احنا جبناها دي اللي هي 2 على كام؟ 2 على 3. 2 على 3 بالظبط كده. تعال نشوف إشارة العجلة. العجلة هي هنا دي سالب بالظبط، يبقى مثل عكس، يبقى هنا في سالب وهنا في موجب. هنا 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 في سالب وهنا في موجب، يبقى هنا السرعة هنا تصاعدية زي ما انتوا شايفين، وهنا تناقصية. يبقى أقصى سرعة للسيارة في المنطقة دي اللي هي عندما نون تساوي كام؟ تساوي 2 على 3. ده كان المطلوب رقم 3. ووجد مقدار العجلة حينئذ، مقدار العجلة في هذه المنطقة، ايوه هنكتب له كده ان الجيم بتساوي كام؟ بتساوي صفر. ننتقل بقى للتمرين اللي احنا كنا واقفين عنده. هنا عطيلك العجلة بتساوي س ناقص 4. اوجد عين تربيع بدلالة س، وبعدين اوجد سرعة السيارة عندما الجيم بتساوي كام؟ بتساوي صفر. نبدأ نكتب مع بعض كده، الجيم بتساوي س ناقص 4. تمام، كلنا عارفين ايوه ان الجيم بتساوي عين مضروبة في دال عين على دال س. تمام، يعني معنى كده ان جيم مضروبة في دال س بتساوي عين مضروبة في دال عين. لما تيجي ناخد تكامل الطرفين، ناخد تكامل هنا وناخد تكامل هنا بالظبط كده. هنا التكامل منين؟ من س صفر. س صفر اللي هو البداية. هنا من موضع يبدأ يبعد كام هنا؟ ايوه يبعد 4. يبقى البداية عندك هنا 4 لغاية س. هنا بالنسبة للعين ببدأ من السرعة الابتدائية اللي هي عين صفر لغاية عين. سرعة ابتدائية فوق 12، مكتوب هنا 12، أبدأ هنا 12. تمام، لغاية مين؟ لغاية العين. تمام كده، نبدأ بقى نعمل إجراء التكاملات. يلا مين يعرف يكامل ديت؟ يبقى هنا تكامل من 4 لسين، نفتح كده قوس، وبدل ما نكتب جيم لأ نكتب بقى سين ناقص 4. بالنسبة لسين بتساوي تكامل من 12 لغاية عين، عين بالنسبة لعين. لما نيجي نكامل دي هتبقى س تربيع على 2 ناقص 4 س. حدود التكامل من 4 لس، والكلام ده كان بيساوي لما نيجي نكامل العين. ايوه حبيبي، يبقى عين تربيع على 2، حدود التكامل ما تنساش من 12 لغاية عين. لغاية كده في أي مشكلة؟ نكمل مع بعض. هنعوض مع بعض عن س مرة باللي فوق ومرة باللي تحت. هتبقى عندك هنا اهوت س تربيع على 2 ناقص 4 س ناقص، وافتح قوس عشان الإشارة بس ايه ما تلخبطكش. هعوض لي بالأربعة، يبقى هنا 16 على 2 يبقى عندك هنا 8 ناقص 4 في 4 ب 16 تساوي. نفس الكلام برضو هنا، هتبقى عندنا اهو عين تربيع على 2 ناقص ربع ال 12 يبقى 144، اقسم على 2 يدي لك هنا كام؟ 72. نبسط بقى التبسيط، يعني هتضرب هنا اضرب دي كلها في 2، يبقى ال 2 دي راحت خلاص. يبقى هنا عندك س تربيع، ركز معايا، ناقص 8 س. تمام، 8 ناقص 16 ديك سالب 8، وسالب هنا موجب، موجب 8، موجب 8 وفي 2 بالظبط كده. يبقى هنا عندنا موجب كام؟ موجب 16. برافو، تساوي عين تربيع على 2 ضربتها في، خلي بالك عشان ما نلخبطش نفسنا، بس في 2 يبقى هنا عندك ايه؟ عين تربيع ناقص 72 في 2 ب 144. ونظبط المعادله ديت، هتبقى س تربيع ناقص 8 س، لما ندخل سالب 144 هتخش جوه بالموجب مع ال 16 يدينا هنا موجب 160، وده كان بيساوي عين تربيع. بالنسبة للمطلوب الثاني يا شباب، أوجد سرعة السيارة عندما جيم تساوي كام؟ تساوي صفر. لما جيم تساوي صفر أجي العلاقة دي هنا،
لما ج بتساوي صفر يبقى هنا س تطلع بكام؟ بأربعة. تمام، ناخد س بأربعة ونعوض تحت هنا في العلاقة الأخيرة اللي احنا جبناها. ليه؟ لأن هو طالب منك سرعة السيارة. نكمل بس في المنطقة دي. تمام، يلا نعوض مع بعض. خلي بالك أنا هاخد السين بأربعة وأنزل تحت كده اهوت وأعوض فيها. يلا حبايبي، يبقى عندك هنا عين تربيع تساوي، حضرتك هتشيل كل سين تحط مكانها أربعة، يبقى هنا سين تربيع عندك هنا 16 ناقص 4 في 8 ب 32 زائد بالظبط كده 160. المجموع في الآخر يطلع كام؟ يطلع 144. ديت 144. يبقى السرعة اللي هو عايزها، تمام يا حبيب قلبي، يبقى بتساوي 12 متر لكل ثانية. مع السؤال الخامس، جسيم يتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية مقدارها 2 متر لكل ثانية. نركز مع بعض في المعلومات دي يا شباب. من نقطة ثابتة على الخط المستقيم بحيث كانت جيم العجلة هي ه وس س، أوجد عين تربيع بدلالة س. أنا قلت لك السؤال ده ركز عليه كويس جدا جدا جدا. ماشي، ثم أوجد عين عندما س تساوي 4 وأوجد س عندما عين تساوي 20. حلو جدا السؤال دوت. نمسك مع بعض كده إيه واحدة واحدة ونغير مع بعض كده لون القلم ونخلي اللون بتاعنا اللون الأصلي اللي هو اللون الأحمر. هنيجي هنا مع بعض يا شباب نكتب الجيم بتساوي ه أس س. كويس، وكلنا عارفين إن الجيم بتساوي عين مضروبة في دال عين على دال س. إمتى نكتب الكلام دوت؟ أيوه تمام بالظبط كده، لو كانت السرعة العجلة متغير في س زي ما انتوا شايفين كده. طيب يبقى ج مضروبة في دال س بتساوي عين في دال عين. نعمل تكامل هنا وتكامل هنا. حبايبي التكامل هنا العجلة بالنسبة للسين، هنا التكامل السرعة بالنسبة للعين. تمام، هنا من صفر لسين بالظبط، وهنا بقى منين؟ من الابتدائية. الابتدائية عندك هنا كام؟ 2 لغاية العين. تعال نعوض يلا مع بعض. يبقى تكامل، شيل الجيم حط ه أس س من صفر لسين بالنسبة لسين تساوي، هنعمل تكامل للعين عرفناها خلاص، عين تربيع على 2 حدود التكامل بتاعتنا من 2 لغاية العين. كويس، تعالوا مع بعض نكمل دي. تكامل ه أس س هي هيها، هتكتب هنا ه أس س من صفر ل س بتساوي ديت زي ما اتفقنا مع بعض. تمام، هنعوض اللي فوق ناقص اللي تحت. اللي فوق هنا اللي هو عين هتبقى عين تربيع على 2 ناقص اللي تحت، هنا في 2 ربع على 2 4 4 على 2 فيها الاثنين بالظبط. نكمل بقى في المنطقه دي يا شباب. يلا حبايبي ركزوا معايا، بالنسبه للهي اس س هنعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، هتبقى ه اس س ناقص ه اس صفر برافو تساوي عين تربيع على 2 ناقص 2. دي فيها صعوبه دي؟ ما فيهاش صعوبه. نكمل، يبقى ه اس س ناقص اي حاجه وصفر بواحد، يبقى هنا عندك واحد وهنودي له ده كمان الجنب التاني مع تغيير الاشاره، يبقى موجب 2 بتساوي عين تربيع على 2. ما تيجي نضرب في 2، يلا حبايبي نضرب في 2، يبقى هنا عندك 2 ه اس س، طبعا دي بتطلع واحد، واحد في 2 يبقى هنا 2، والكلام ده بيساوي مين؟ بيساوي عين تربيع. كده انا اوجدت العلاقه بين عين تربيع بدلاله السين. العلاقه دي يا حبايبي هنسميها رقم كام؟ هنسميها رقم واحد. كويس، يعني حليت خلاص دي الفقره الواحد دي خلاص حليتها. اوجد عين يبقى دي الفقره الثانيه، واوجد سين دي الفقره الثالثه، عندك ثلاث فقرات، يبقى احنا جاوبنا اول واحده دلوقتي. نشوف الفقره الثانيه، اوجد السرعه عندما عين، اوجد السرعه عندما س تساوي 4. طيب نعوض هنا مع بعض، عين تربيع بتساوي 2، تمام يا حبيبي، ه اس 2 زائد 2 بالظبط. طيب هو طالب هنا السرعه عندما س تساوي كام؟ ايوه تساوي 4. هنعوض هنا عن السين هنا ب 4،
خلاص احنا كده دي خلاص، شيل دي بس حط مكان أربعة، يبقى العين تربيع تساوي. واحد يقول طب ده هنعملها ازاي بالآلة الحاسبة؟ شوف ازاي، تعال بص معايا يلا، طلع الآلة بتاعتنا، نمسح القديم، شوف انا اكتبها ازاي، خد بالك معايا، هكتب الاول اتنين، ه اس اربعة، اضغط على طول، ايوه على طول على شيفت لين، طلع لك حرف الاي دي اللي هي اله، وتكتب هنا اربعة، تاخد قوس يمين وتكتب زائد اتنين يساوي، يبقى عين تربيع تطلع هنا بكام؟ واحد 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 فاصلة اتنين، دي كانت العين تربيع. هو عايز السرعة، ناخد الجذر التربيعي، يبقى الجذر التربيعي للرقم ده يبقى السرعة، ممكن تسيبها كده عادي مفيش مشكلة، بس ما تنساش بس تكتب لي متر لكل ثانية، أو ممكن تخليها 10 بعد ما تاخد الجذر التربيعي، 54 من 100، وما تنساش يا حبيبي هنا موجب أو إيه أو سالب متر لكل ثانية. بكده أنا خلصت لك الجزء الثاني اللي هو السرعة ده خلاص. هو هنا طالب مين بقى؟ طالب س عندما عين تساوي كام؟ 20. شوف مع بعض هنحلها ازاي. هنعوض عن العين ب 20، يلا في المعادلة رقم واحد. يبقى عندي هنا 2 ه أس س زائد 2 بتساوي، طبعا هنا 20 في 20 ب 400، تبقى 2 ه أس س بتساوي ايوه 398. تمام، اقسم على الاثنين، يبقى ه اس س بتساوي 199. كويس، كل ده انا ما جبتش قيمه السين، ه اس س بتساوي 199. نعملها ازاي بالاله الحاسبه؟ ركز معايا، نطلع الاله، نمسح اللي موجود ده الاول، ببساطه شديده جدا هتكتب كده لين 199، اقفل القوس، اكتب يساوي، يطلع هنا 529 دي قيمة السين، يبقى هنا السين تساوي 529 من 100. وبكده يبقى انا خلصت لك السؤال الخامس بفقراته الثلاثة، أو جت لك عين تربيع، أو جت لك عين عندما س، أو جت لك س عندما إيه عين، ونشوف مع بعض آخر تمرين من تماريننا النهاردة. تخير الرسم البياني المناسب أمام كل جملة من الجمل التالية، هعطيلك أربع رسومات، أرجوك ركز معايا لأن لازم يجي لك رسمة إن شاء الله. الأربع رسومات دول أنت شايفهم، أول رسمة ألف وب وجيم ودال، كل رسمة في علاقة بين متجه الموضع اللي هو س ومتجه والزمن، كل واحد بين الس وبين الزمن، بين س وبين نون، بين س وبين نون، نركز مع بعض. شوف مع بعض أول رسمة كده واحدة واحدة، هو طبعًا بيقول لك إن الجسم متوقف، الجسم يرجع للخلف، الجسم يتحرك للأمام بسرعة ثابتة، سرعة الجسم تتناقص، نشوف مع بعض واحدة واحدة إحنا نحلها إزاي. الشكل أ ده المنحنى اللي أنتوا شايفينه ده محدب، ايوه محدب لايه؟ لقاعده، محدب لقاعده، طالما هو محدب لقاعده يبقى هنا الجيم بالظبط كده حبايبي، الجيم هنا سالبه، طالما الجيم سالبه وانت مغمض على طول يبقى السرعه تتناقص، عين تتناقص، فين اختار بقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أيوة رقم أربعة، يبقى تكتب لي هنا ديت رقم أربعة. خلاص؟ تعال نشوف مع بعض الحالة الثانية اللي هو الشكل رقم ب. واضح جدا إن هذا المنحنى، بص 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 شايفين المنحنى ده؟ يمثل إيه؟ نكتب له كده بس. المنحنى يمثل دالة ثابتة، طالما هو بيمثل دالة ثابتة برافو عليك، يبقى الجسم هنا ماله متوقف، يبقى نختار رقم واحد.
يبقى لو كان، واقول لك على طريقه تانيه سهله، واضح جدا هنا ان مفيش ميل، لان هنا المنحنى ده بيوازي محور السينات، يبقى الميل بيساوي، مفيش ميل لا طالع ولا نازل، يبقى الجسم متوقف. بالظبط كده. تعال نشوف مع بعض الرسمه الثالثه اللي هي رقم مين، رقم ج. واضح جدا هنا ان الميل، ايوه برافو عليك. هو انت الميل بتجيبه ازاي؟ بتجيبه من هنا. الميل ايوه هي ظل الزاويه اللي بيصنعها هذا المنحنى مع محور السينات الموجب. بص بص كده، شايف دي؟ شايف الزاويه دي كبيره؟ خلاص يبقى هنا الميل تكتب له كده. ايوه بالظبط حبيبي، هنا الميل سالب اصغر من الصفر، انما هنا لا، شايف الزاويه دي صغيره، اهي زاويه صغيره حاده اهي، يبقى هنا الميل اكبر من الصفر. طيب طالما هنا الميل سالب، اذا الجسم هنا بيتحرك فين؟ في عكس اتجاه الحركه. يبقى هنا يتحرك في عكس اتجاه مين؟ في عكس اتجاه الحركه. يبقى هنا معنى كده ان الجسم دلوقتي يرجع لايه؟ يرجع للخلف. يبقى تختار له رقم 3. نيجي هنا نشوف، خلاص احنا خدنا دلوقتي واحد عرفناه، وثلاثه عرفناه، واربعه عرفناه، خلاص انت كده مفيش مشكله بالنسبه لك. يبقى اكيد الاخيره ديت هي رقم 2، بس لازم تفهم هي جت ازاي. طالما هنا الميل اكبر من الصفر يعني بالموجب، يبقى الجسم يتحرك للامام. تمام يا حبيب قلبي، بسرعه ايه؟ بسرعه ثابته. يبقى دي بتاخد رقم كام؟ رقم 2. وبكده يبقى احنا انهينا كل المعلومات. ان شاء الله في الحلقه القادمه نتناقش مع بعض في تمارين تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي بكده يبقى احنا خلصنا الجزء الثالث من مراجعة مادة الديناميكا الفصل الأول. إن شاء الله انتظروني في الحلقات القادمة من خلال قناة الاسكولة التعليمية. ما تنساش اللايك وشير وسبسكرايب. وعايز أقول لك على حاجة مهمة جدا جدا جدا، عايزك تفرق بين المسافة والإزاحة، تفرق بين السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.